انت عندك اي جهاز تسجل بيه اما صوت او صوره فيديو ممكن تخرج فيلم. فكان عندنا شباب هناك شغالين اصلا في المسرح، يعني انت مثلا عندك عرس ولا عندك حفله بيجوا بيسووا لك مسرح في حاجات يعني كوميديه ترفيه زي شغل الفرق اللي عندنا، سكتشات، نكته، نفس مونولوج، نفس الفكره دي. فاخذنا نفس الممثلين للمسرح ديل وعملنا معاهم افلام كويس. وطبعا الافلام في البدايه زي ما قلت لك انا كنت صغير وكنت مش المخرج الوحيد، كان معي صاحبي اسمه ابو بكر، اسم تشادي كده. فابو بكر ده زول منفتح مره واحد، زول يعني في تشاد نقوله زي الشيطان كده، راسه يعني في كل شيء شفتها. فمن بدري ابو بكر عرف ان الناس الشباب اللي معانا بقدر بمثله بصوره ممتازه جدا، وحتى الناس اصلا ما عندهم خبر، معلش هم اصلا مش خبراء فنيين مثلا في المسرح او الفيلم او الحاجات دي. ابو بكر كان عنده لهم امل حقيقي انه يقدروا يعملوا افلام كويسه، وبدينا كده هم عندهم الموهبه لكن بس يكونوا ما دارسين او ما كده، يعني كده. الواحد ممكن تنمي موهبته وكده، ونحن كلنا بدينا زي ده. انا زي ما قلت لك يعني قريت الفيلم والتصوير شويه في الجامعه، لكن بديت قبل الجامعه بسنين يعني. نعم. ثاني جيت قريت فنون تصوير، كتاب السيناريو، النقد في الافلام ذاته بيساعدك في فتعرف الحاجات الكويسه وبتنفع في الافلام شنو. طيب عملت انتاجك، بديت تنتج 200 في تشات و2004 2005 حاجه زي يعني قبال ما نجي امريكا للجامعه. تو بدينا بفيلم صغير كده دراما عن موضوع السداء الايدز، مرض الايدز، وكان دراما فيكشن لكن اتكلم ناقش موضوع الايدز وهل المرض ده هو شيء زي ما نقولوا في تياد النصارى خلقوه يعني معناها جاي من الخواجات عشان بقتلوا ناس السود وكده، ولا هو هل مرض حقيقي. فده الفيلم الاول. بعد الفيلم ده عملنا فيلم اسمه الدبش جاي ورا ده معناه شنو؟ انه حتى يعني خاصه في الحله اللي كنا فيها اتيا دي، هي ممكن تعتبر اخر مدينه وانت يعني في تشاد وانت قاطع الصحراء عشان تمشي ليبيا. تو عندنا حتى في اتيا في حارات وفي مناطق كده الناس اصولهم ليبيا تشاديه كده، وفي ناس اللي بمشوا ليبيا وبيجي جاي السودان يعني. ما الحدود المشتركه، قبائل المشتركه بين الحدود بالضبط كده. ايوه مثل ده. تو الدبش جاي ورا ده عالج موضوع الهجره لاسباب اقتصاديه وتجاريه. نفس الشيء اللي انت احتمال لقيته هنا في امريكا. نعم. السودانيين اللي بيجوا يعني مهما السبب المذكور مثلا في الهجره، وهنا انهم جايين لاجئين ولا جايين سياسيا ولا جايين جرين كارد ولا هنا يجوا لشنو؟ عشان سامين بامريكا دي الحياه فيها احسن والقروش راكده وعارف وتمشي ترتاح. فنفس الفكره كانت في تشاد بالنسبه لي. الهجره لليبيا. لليبيا خلاص. في الفيلم خلال الفيلم الممثل يمشي ليبيا ويجي ايدينا يابسه ما عنده شيء. تو الناس يسالوا منا انت مشيت هناك ودر قروشك كيف يعني ما شايفينك مشيت خدام وماشي اصلا بديون من اهلك وكده. قول لهم والله لا 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 عندي بضاعات، عندي حاجات كثيره لميتها غادي واشتغلت شغل رسمي والحاجات بضاعاتي كلها جايه في سكه. وقول لهم الدبش جاي يا شباب، الدبش جاي ورا بس تشوفوا. خلاص شهر يفوت، شهرين، 3 شهور ما عنده شيء. في الاخر ابوه بيساعده في الزواج والحاجات دي ولسه قايل انه عنده بضاعات جاي. الدبش جاي ورا لسه. الدبش ما جاء. والناس في الحدود اكلوه جمارك وما عرفت. لو ده الفيلم الثاني، ده لان فيه كوميدي وفيه تمثيل زي ما قلت لك يعني تمثيل كويس جدا حتى من الناس اللي اصلا ما عندهم خبره في التمثيل. التمثيل نعم. الفيلم ده مش بعيد سرقوه في نيجيريا، نسخوه وعزوه في افريقيا الوسطى كلها يعني تشاد وكاميرون وهنا. فالناس اللي مثلوا في الفيلم بيجوا خلاص معروفين في البلد، مين الجميله اللي هي بشي بعرفهم يا فلان. سامي شنو في الفيلم ده نسيت.
ابو بكر معاك لسه في الفكره؟ ابو بكر كان معانا في تشاد لسه في لا في الفيلم الثاني برضه كان مشارك. الفيلم اللي بعده كان الكاتب هو اسمه كابتن ماجد. كابتن ماجد ده زي المسلسل الياباني بتاع الكوره ده ها. عن واحد شاب تشادي بحلم بانه يلعب كوره عالميا في دوري اوروبا الابطال وكده، فيمشي يلعب مثلا في اسبانيا وهنا، وتلاحظ انه في تشاد ممكن تقول مثل في السودان ان الفريق يعني المنتخب القومي ضعيف جدا في تشاد، يعني زي المافي كويس، لكن الناس كلهم بيتعبوا الكوره. يعني انت كان جاك ان شاء الله كلاسيكو بتاع ريال مدريد وبرشلونه تلقى المقاهي والحتات والاحياء والناس يجوا عنده تلفزيون بيقعدوا معه يا اخي اوين بزخردن ومعهم عيالهم بيلعبوا في الشارع لاي جول، وهنا حركه كثير يعني. ف ده الموضوع بتاع كابتن ماجد، انه واحد بيكون في هله صغيره جدا في تشاد في الصحراء وشنو، ويحلم بانه يمشي يلعب كره في اوروبا، والشيء اللي بيحقق الحلم ده المخدرات اللي نسموه بنجا في تشاد، بنجو يعني عندكم في السودان يعني، ما وحاجات دواء كده ثاني يعني. يعني انه يتاجر عشان يحصل قروش؟ والله حلم عام يعني، ده حلم الشباب. لا عشان تلعب في اوروبا يعني، عشان يمرق من تشاد اصلا. ايوه عشان يمرق من تشاد، دي الفكره. فالفيلم كابتن ماجد ده ما شاء الله نجح في كم مهرجان دولي، في بدا في كندا وجاء اوروبا وشارك في مهرجان في افريقيا في يوغندا مثلا. وابو بكر نفسه موجود في كندا الان، وللاسف الشديد ما قدر شارك في فيصل جوز ويست، فيصل حجي غريب اللي هو اخر فيلم اخرجناه. وزارة الصحة الاتحادية البرنامج القومي لمكافحة الملاريا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. طيب احنا قبل ما نتكلم في فيصل في الفيلم الاخير، انا داير اعرف انت بعد ذاك اتفرغت للسينما. انت عشان تبدأ تخرج افلام كل فيلم يشرب منك دمك يعني حياتك، خاصة انت لو بادي تنتج يعني لو بعد تنتج بتستعين بممثلين ما كبار يعني ممثلين معك ما كبار يعني ممثلين مثلا لو انت يعني لو جربت انتاج كبير ده ممكن يحصل عائد مادي يعني يجيب لك قروش اكيد. لكن الفيلم اللي بتبداه انت اي كان اي شيء تبدا فيه في الحياه دي ان شاء الله استثمار في سياره أطوس زي ما قلت قبل. انت في السودان كان عندك أطوس؟ والله ما عندي يا اخي. ليه؟ شغلي عجله ساكت، انا كداري ساكت. طيب فالفيلم التصوير صعب شويه من الناحيه دي، لكن نتمنى ان نخلي السياسه والحاجات دي كلها نشتغل افلام بس ان شاء الله يوم من الايام. طيب انت بتحصل عائد من وين؟ انت بتنتج افلام نص ساعه مثلا كده، عائده بيجيك من وين؟ بترد الانتاج ده من وين؟ انت ما حتخسر قروش، حتجيب راجع كيف؟ كويس. للفيلم فيصل جوز ويست ده حصل لنا شيء ممتاز جدا، انه في موقع اسمه كيك ستارتر اللي هو بيساعدك في ان تلم قروش من افراد مختلفه، ناس يعني مختلفين حول العالم، يعني مهما كان انت ساكن ان شاء الله ساكن دبي ولا خرطوم ولا اوروبا ولا امريكا، تقضي شغل بتاع 10 دولار 15 دولار 20 دولار عشان واحد يعمل مثلا فيلم او يسجل شريط موسيقى ولا اي حاجه، اي مشروع فني. دعم اللي زول داري يعمل حاجه فني. دعم، ودعم كله جاء من ناس يعني ناس عاديين، ناس اصلا يعني مش ما ضروري بكون شغالين في الفنون او في السينما ولا حاجه. تو عندنا معليش بس معليش يعني ما تقاطع يعني معليش يا اخي معليش معليش مرحبا بك في امريكا. ف لمينا تقريبا 30,000 دولار من 250 شخص ساكنين في اكثر من 15 دوله. كويس. فده اللي حصل بالنسبه لفيصل جوز ويست، وده بس عشان قلنا عندنا فيلم، انا كتبت سيناريو حق فيلم، الفيلم يعالج موضوع زي كده، يعني اسره تجي امريكا من السودان وناس شافوا الفيديو بتاعي ده وعجبهم الفكره وساعدونا بالانتاج. طيب الفيلم فكرته جاتك من وين؟ الفكره دي انا ما ممكن اقول لك جاتني من محل واحد بس.
انت ان شاء الله ايامك في امريكا دي لاحظت نفس الشيء ابن على جوه في فيلم بايس اوف ذا ويست ده، ان عندي صحباني كتار وما سودانيين بس، يعني شغل ده حاصل من زمان وحاصل في بلاد اكثر من امريكا، بس بيخطوا طموحاتهم وامرهم في الهجره لبلد جديده. نعم. لان سامعين بالبلد ديك فيها حياه احسن وفيها وظائف وفيها قروش وفيها فرص وامكانيات وهناك، ويمشوا ينتقلوا مع الاهل وان شاء الله الاولاد يمشوا كاسره كامله. نعم. بالجد بالكاكا لو يجوا يصلوا بلد زي امريكا، وده انا لاحظته في كتار من صحباني واسرهم يجوا امريكا، والشيء اللي بلقوه في امريكا بكون عكس اللي كانوا متوقعينه من هناك من السودان مثلا. كيف؟ فواحد مثلا بكون في السودان زول خريج جامعه، احسن جامعه في السودان، في افريقيا، في اوروبا مثلا، ومتخصص جدا، اما مهندس او طبيب او محامي، يجي امريكا والشهاده اللي اشتغل لها هناك 10 سنه هنا ما عندها فايده. نعم. شفتها؟ ببدا بيشتغل اما جراج، سوق تاكسي، بيتزا، الدريف النقل بتاع الاكل دول وشنو؟ ده شيء منتشر، ده انا ما بقول لك يعني قصه واحده بس وحصل لفلان كده ولا هنا. نعم. ده ممكن بيعتبر الاغلبيه للناس اللي بيجوا من بلاد مثل السودان لامريكا، والشيء اللي انا حسيت بيه ده ان الناس ديل قصتهم هنا صامته، ما في زول عارفه، يعني ما في ناس من الناس اللي ادوا بينا ورا هسه ديل بعرف القصه دي. نعم. بعرف ان زول الساقك بالتاكسي حقه من المحل كده لبيتك اليوم زول خريج جامعه زول كان هناك يلبس بدله وكرافات كل يوم، ساكن له حي الرياض وشغبانه وزراء يعني. ما في تو يعني. ده الشيء انا نعتبره مهم جدا، ونتمنى يعني ما لامريكا بس ولا للسودان بس، للدنيا كلها نعرفه ونفهمه، نبدو نفهمه يعني قصه الهجره دي، لانه بقت يعني حاجه منتشره جدا وموجوده في كل بلد يعني. نعم. اليوم عشان السفر بقى الرحله يعني السفر بقى ارخص وبقى اسرع من زمان. نعم. يعني في ناس كتار بيسافروا يعني، بقول لك شنو تاني، ناس متحركين بس. نعم نعم. طيب دي فكره جميله جدا للفيلم يعني. طيب الايحاء يعني ليه بالذات اخترت السودان مثلا؟ كويس، انا اخترت السودان يعني بالنسبه للممثلين وناس بالقصه طبعا. اخترت السودان لانه ما في تشادين في امريكا، ده اول شيء. انت لانك اول كنت في تشاد. اول كنت تربيت في تشاد. وانا ممكن اعتبر نفسي تشادي امريكي كده، واصلا بس اصلا ما عندي حاجه للهويه دي والجنسيه وشنو. نعم. وسوداني في نفس الوقت لانه متحركين يعني، ان شاء الله سنه هنا وسنه هناك، نقول لي سوداني امريكي كل واحد، المهم انساني بس في النهايه. ف بالنسبه لكتابه السيناريو الاسره السودانيه، انا اي فيلم نشارك فيه او حتى يعني خاصه من هنا وقدام، الافلام اللي نكتبهم نريد فيهم يعني نكتب الديالوج الحوار باللغه الاصليه للكاركتر الشخصيات في الفيلم. كويس. تو يعني تمام عشان نقدر نكتب بالسوداني. نعم. اظن ان شاء الله يعني يا ريت نمثل السودانيين بصوره احسن. كويس. احسن من مثلا نختار مثلا اسره من الصومال ولا اسره من حتى من مصر او من الحتات اللي فيهم لهجه ثانيه، لانه احسن شيء في الفيلم وفي السينما طبعا تجيب الصوره الحقيقيه يعني. نعم حقيقي. فللاسف ما في تشادين في امريكا كما كده، كان كتب لك سيناريو بتشادي، كلام العرب التشادي عديل كي عديل كي تو ده الكلام. طيب ساعدوك منو اللي مثلوا معاك في الفيلم؟ هل هم سودانيين؟ يا اخي موضوع التمثيل اللي ده خوفاني شديد قبل الاخراج. نعم. ف قلت لك في ممثلين وفي سودانيين في امريكا وشنو الكلام ده صح، لكن عشان تلقى ناس مناسبين للادوار
مش مناسبين بس يعني ويجسدوا القصة ذاتها، يجسدوا ذاتها جديد حقيقة بالضبط كده، جاهزين يمثلوا وجاهزين يعني بقضوا معك أسبوع أسبوعين للتمثيل بس وخلاص، إن شاء الله طلاب جامعة وشغالين وظائف ولا هنا حاجة صعبة. ف بديت والله قصة صعبة يعني، انا امريكا دي كملت بالنسبه للجاليات السودانيه وجنون لفيتهم واحده واحده عشان نلقى الممثلين، والحمد لله لقينا ناس كويسين جدا هنا في دالاس. بعضهم يعني جزء منهم مثلوا قبل كده، وفي ناس اصلا ما مثلوا، وتلقى بعض مرات زول اصلا ما عنده خبره في التمثيل بيمثل لك احسن من اللي عنده خبره، وبالذات اللي عنده من اللي عنده خبره في المسرح، لانه بيمثل المثل نفسه يعني، نعم يجيب نفسه في القصة وقصة الزول المتعلم في السودان ويجي يتعب في أمريكا، ده هنا راقد. نعم. هي مشكلة حقيقية بالنسبة لهم ذاته، ممكن يعبروا عنها أحسن يعني. ما هو زول ممكن يعاني من نفس المشكلة يعني. هو المهم حس بالحاجات اللي بيمثلها. توا هنا في دالاس لقينا واحد اسمه ياسر درار ملقبين الأسد. ياسر ده نفس القتله، كان محامي في السودان، جاء امريكا وشغال هنا امريكا 13 سنه سايق تاكسي يعني. اخر 13 سنه دي خش ثاني الجامعه عشان بلقى شهاده في القانون يعني، بدا من جديد معناه، كان قرا في السودان كل شيء، بعد 13 سنه تعب هنا في امريكا ويعني اخيرا بدا شهاده جديده في امريكا، شهاده بيحترموها الجامعات والكليات الثانيه هنا في امريكا، لانه شهاده من الجايبين جايبيه من السودان ما اعتمد عليها ان شاء الله. فياسر مثل لنا تمثيل عجيب جدا، وحتى اليوم الناس شافوا الفيلم، طبعا الفيلم لسه ما مرق يعني، لسه ما عرضناه في مهرجان ولا هنا، لكن الناس شافوا الفيلم في الدراف كارد بتاعه عجبهم تمثيل ياسر جدا، الدراف كارد يعني، لانه هو حاسي بالحاجات اللي مثلها يعني. لا رف كارت شافوه في الرف كارت كله بالانجليزي يعني، احنا الرف كارت بالعربي ذات الرف كارت يا اخي، نقول لك شنو الرف كارت ده، هو اقول لك الفيرجن بتاع الفيلم. طبعا انتاج الافلام ياخذ زمن كثير، نعم، وللاسف في ناس ما فاهمين الحاجه دي، بقول انت ممكن تصور فيلم مثلا اليوم نحن نصوره ومباكر صباح بس تلقى الفيديو خلصناه وانتشرناه عبر الويب وموزع خلاص، استنى الليل نشوفه بكره. كده يعني. فبالنسبه لانتاج الافلام السينمائيه المونتاج يعني الشغل بعدين في الكمبيوتر لما تلم الصوره ومع الاوديو والساوند افكتس يعني اي يعني، انا خطيت كوبايه القهوه دي ذاتها الحركه اللي جات منها دي بعدين نبني لصقها يعني لما هي وحيدة تجميع يعني. كله تجميع الفيلم كله مع بعض بالضبط يعني، ياخذ زمن طويل. ف يعني الفيلم لسه ما خلصناه لكن قاعدين في اخر خطوات حقت المرحله دي، الفينشينج والله 100 100. انا قلت لك حاسوق ركشن، قلت لك حاسوق تاكسي، تفتكر انا كنت استاذ كبير؟ شوف عمك هاشم ده هسه ما سايق تاكسي وعامل بيزنس واولاده خشوا الجامعه ماله؟ والقروش؟ خش يا حبيبي. And you're coming from Sudan. Is it Darfur? No. Not Darfur. خرطوم. خرطوم. كابيتال. كيف يا مجد وين؟ ما انا بس شلتها و مجد وين يعني؟ جرب؟ وانا راجع ما لقيتها. شنو؟ العربية دي انا احنا اللي اسوي مسلفين قروش من عمك هاشم، ما دفع لنا تعليمه 5000 دولار قاعد ابعد له فما مسلفنا منه يا اخي. كيف يعني تسوق يا اخي؟ طيب انا داير اعرف يعني مثلا ثاني يعني انت عشت في السودان وكذا. لا 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 الخرطوم مثلا. تعرف اكلات سودانية؟ اكيد. زي شنو الاكلات السودانية بتعرف؟ يا اخي انت سؤالك ذاته يعني حرام عليك يعني تتعلم الاكلات السودانيه ذول شغل راقد يعني. حتى في تشاد، حتى في تشاد عندنا فكره ان صياد المطاعم في تشاد كلهم سودانيين. لو انا من صغير نمشي السوق مع صهباني نفطر كبده وكباب وكسره وباميه والحاجات دي كلها يعني. تاكل قراصه اكلتها؟
قراصة قراصة كتة في السودان. في تشاد ما في، في تشاد ما نقصتان. طيب في السودان مشيت سوق الناقة؟ سوق الناقة والله الفكرة ما مشيت. اها مشيت، بكون اللي مشيت سوق الناقة في الأبيض، بس في الدرمان ده كمان ما خشيت. في الدرمان ما مشيت، لكن حكوا لك هو أصحابك. أكيد. طيب كنت عربيتك شنو أتز ولا كان عجلة ولا؟ والله كان حمار، بس أنا بعرف حمار ذكي ما بركب حاجة والله. طيب أصحابك منو في السودان؟ اصحابي ان شاء الله السودان كلها اصحابي يا رب يديك العافيه. الناس اللي لقيتهم يعني كنت بتعرفهم خلال شغلك في خلال كده تتذكر منهم منه؟ والله ما انا ما بنسميهم شخصيا كده. انا بعدين كان طلاق زول مصيبه كده و ما كويس يعني، ما كويس. لا انا صحباني في كل مكان ان شاء الله. انا اصلا يعني اي مكان نمشي نعيش فيها ان شاء الله، السودان ولا تونس ولا فرنسا ولا امريكا. نعم يعني طوالي بعد ما جيت نبدا نلف الحل شويه ونتعرف على الناس يعني، ما عندي حاجه. انا قبل لا حصل لك شيء القروش السوداني دي باقي القروش الجديده ولا شنو؟ باقي القروش الجديد بيها ده. ده اخر حاجه فضلت لك ولا شنو انت طالب؟ والله بكون اقول لك شنو يا اخي، بعد ختم المغادره في المطار دي 20 جنيه 20 جنيه 20 جنيه والجديده زاده ما القديمه دي. والله ما شاء الله. طيب دي احتفظت بها هناك يعني؟ دي جيت بها من هناك ثاني جبتها. شلت معك شنو عجبك في السودان؟ والله الغريب انا لما لي حاجات كثيره في السودان. طبعا حتى في تشاد في حاجات كثير يعني، خاصه الموسيقى اللي اشتروها هناك جاي من السودان طوالي. فخفت قلت انا جاي امريكا ثاني نمشي نحصل على تاشيره نرجع السودان ما معروف 200 يعني. فلميت لي اشرطه موسيقى فنانين سودانيين، اشرطه القضبان الكاسيت. تسمع لمنو من الفنانين السودانيين؟ والله انا يعني عيب ترى نقول لك الناس اللي اسمعهم وشنو. لا واحد منهم عشان نشوف انت بتسمع يعني. والله يا اخي يعني عارفوك بتسمع فنانين سوداني؟ لا اكيد بس بتتذكر؟ انا والله حاشي مرغني، بس لكن قول لي حاشي مرغني ما في ناس بيقولوا مشوكش دول وشنو ما اعرف مصطلحاتكم الكثيره ديل. انا نهيب حاشي مرغني، بس تحبوا ما تحبوا انا نهيبه. يا سلام. تمام. حاشي مرغني وعبد القادر سالم. يا سلام. استاذ المردوم الكابلي، ناس القدام يا اخي. انا ذات زول شايب يعني، شايبني انا صلعت وشنو ده ما ساكت. معناها انا اخو الفنانين الجداد دول ما بنعرفوكم كثير، لكن القاعد نسمع من زمان من انا صغير ده. ناس يا اخي ناس وردي دول وخلاص الحمد لله يعني. طيب قبيل العربية لو فتحتها في فنان بغني من الشباب يعني؟ كان واحد عاطف، لكن عاطف طبعا في الجهة نعرفوك الجهة. عاطف منو؟ عاطف السماني. عاطف السماني ايوه. طيب يعني انت طيب حاولت تشوف دراما سودانيه ولا تشوف تمثيل سوداني ولا؟ تمثيل سوداني بصراحه ما شفته كثير يعني. في كنت ساكن اكثر حاجه الدمازين. الدمازين بدينا مسرحه مره في الخريف بس وخلاص. انت الخريف ما عندكم هنا صعب. الله يا هنا ما عندك زراعه وكده ما قاعد تمشي زراعه. لكن الشيء نمشي الكذا نجيب الزعفه. الشيء اللي عجبني في السودان ان الناس كتار، ورغم الصوره انا اظن الصوره السودانيين نفسهم عندهم لبلاتهم كويس. السودان دي كويسه جدا بالنسبه للفنون يعني، ناس بجد كده بقول لك شنو فاعلين ناشطين يعني، شغالين في مشاريع فنيه كثير، ومنهم المسرح. والمسرح اللي لاحظته كثير في 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 ام درمان شغال 24 ساعه، الخرطوم حتى في الأبيض وكادوغلي والحتات دي موجود يعني. ما تعرفت عليه ممثل؟ لا 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 يعني اصلا ما ماشي، حتى ما حضرت مسرح يعني، ممكن مسرح مسرحتين بس. طيب لو قدم لك دعوه يعني تجي تنتج في السودان ممكن؟ ممكن ممكن عادي طوالي. في مناظر عجبتك في السودان؟ مناظر طبيعيه كده؟ السودان جغرافيا ذاتها جميله يعني في رايي الشخصي طبعا. الحركة من الخرطوم لمرابة دي انساها، لكن غير السكه دي انت مشيت مثلا نزلت عليه الجنوب شويه عليه جبال النوبه مثلا. نعم. او حتى في النيل الازرق في غابات كده ما بتتخيل يعني، ما بتقول انك في السودان. فالجو والطبيعه في السودان ذاتها جميله. طيب كنت في السودان هلالابه ولا مرخاب؟
يا اخي جات انت اسئله المستحيله ديل، انت ما خليهم خليهم معك في السودان يا اخي. انا عاجبني فيك ما بتميز اللي انا نريده، نقول لك ناكل اقول لي كسره وبان. لا انا عاجبني فيك ما بتميز، ما بتحب تميز زول على زول. يعني حتى لما اقول لك اصحابك ما بتخاف يعني تقول مجموعه تنسى مجموعه تتحاسب عليك. ما كده، لكن انا قبل انت ضحكتني لما قلت لك الا لو انا قلت انا بشجع الهلال. وين والله انا هلال الجبال بس هلال. تضحك هسه بس تضحك هسه. هلال الجبال كادوكلي يا اخي. هلال كادوكلي. انا كيفت جدا لانه انا كنت بفتكر انك في العاصمه ما بتعرف. لو مشيت لي لحد هلال كادوكلي انا كيف. طيب الاكلات اللي عجبتك شنو؟ الاكلات انت بالعقل لك في الاكلات مالك جيعان ولا شنو؟ ها؟ جيبوا لك يا اخي ما انت لاميني في القهوه دي من الصبح. جيبوا لك هسه شنو اشغل بعدين عين كوبايه القهوه قدر شنو؟ يا اخي ده انا بشرب. جيبوا لك ذلابي هسه دي من الصباح. انا بقول لك شيء واحد، بقول لك شيء واحد بصراحه بس انت عشان صاحبي وبدينا اليوم نعرفك شويه وشنو. ما في شيء احسن في الدنيا دي من الزلابيه الشاي باللبن الساعه 6 صباح. يا سلام. ده انا قلت لك يا سلام زلابي على الريق يعني بالله اللي جام. يكون انت ليك مهما كان انت ان شاء الله في كوستي ان شاء الله سنجا يا الوسخانه دي. معليش معليش ناسينجا اطبرة يعني الشيء اللي انا حبيته كثير تمشي محل مثلا محل فيه قهوه ومشروبات نعم سيد شاي نعم تلاقي الناس بونصوا تقول لك هذه رشيشه الدنيا في حاجه احسن من كده؟ لا بجد يعني في حاجه احسن لا وبعدين شفت الطبيعه بتاعت الونسه والناس والبساطه يعني انت ما لقيت نفسك غريب يعني لقيت نفسك مع الناس كده طوال ان شاء الله ان شاء الله. لا انت ذاتك والله جد يعني فيك روح جميله يعني الواحد بيحبها فيك يعني انا هسه لقيتك الليله واليوم كانه بعرفك لي سنين يعني ان شاء الله بعدين يعني جد يعني انت ممكن تعيش في اي مجتمع بطبيعه ان شاء الله ان شاء الله ممكن تعيش في اي مجتمع وتكون مع الناس. انا حقيقه بتمنى انه يعني انا واثق من انه الاهل في السودان بيكونوا مبسوطين جدا انه يسمعوا كلامك ده بيكونوا مستغربين جدا للكلام اللي سمعوه. ان شاء الله ما عيرتهم بس ان شاء الله ما شنو؟ ما عيرتهم بس يعني ما قلت لهم كلام ما لا لا يا اخي لا 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 يا كلامك كله والله زي السكر مش بيقولوا كده ان شاء الله ان شاء الله اي كلامك زي السكر بالرغم انه بيشرب الجبنه مسير لكن يعني زول كلامه حلو وحقيقه سعيدنا بك وانا والله بتمنى لك التوفيق من جوا قلبي وامنيات الشعب السوداني لك بالتوفيق ونتمنى انك تزور السودان مرات ومرات ونتمنى لك التوفيق وبعد ذاك يعني الاسم يبقى اسم اكبر من هسه نسمع بك اسم كبير وقدر ما نشوفك في شاشات بتاعت السينما نحن نعرف انه ده ولدنا وصاحبنا واخونا اهم شيء اهم شيء لكن والله من جوا قلبنا دعواتنا لك بالتوفيق ان شاء الله وانك تتقدم لقدام وحقيقه يعني رحاب الصدرك يا اخوانا والله اول ما طلبنا منه رغم مشغولياته وهو هسه بيقول في انه بينتج في الفيلم ده فيصل حاج غريب اللي هو فيلم سوداني امريكي بينتج فيه ولسه ما طلع يا دب في النهايات بتاعته رغم مشغولياته لكن يعني ما بخل علينا انت مضيف في البلد يا اخي نقول لك شنو ثاني يا سلام بعدين انا لما شفتك جبت الجبنه والحياه قلت لصاحبي قلت له ده جاي على عديل والله جعلي شندي من جعلي من وين؟ شندي هاي جعلي من شندي وشايقي زي 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 دولتي ها؟ زي مرتي وشايقي من وين؟ شايقي حلفه بس لا شايقي من كريمه مروي حلفاوي ده من حلفه من البربر بربر ده الرباطات وجعلين تلقاهم عندك وبالكم الكتار ده الهتار انا ما زرتهم ذاته لا انا ما انا استغربت والله لما جيت هنا امريكا وزول يجيب لنا الجبن ويقول والله تبغى لكن ما قلت لنا علي الطلاق تبغى ما حلفت ليه؟ ما بتعرف تقول علي الطلاق تقعد والله معليش يا اخي معليش الثاني هناك حلفوا عليك قال لك علي الطلاق تقعد علي الطلاق اكيد اكيد طبعا دائما بحلفوا كيف امك؟ هسه ده بعزمك عشاء في البيت تندور ما يكون كواري كواري لا ما كواري لكن في شويه اقول لك شنو فته بوش مصران والحاجات دي بوش شنو بوش ده اكل بتاع شوف ساكت اكل شنو معقول؟ سيليك سيليك شنو؟ سيليك مصارين وحاجات كمونية شوية مية كده كمونية؟ في ولا مرارة المرارة مانية؟ مرارة مانية بس فيها الكبدة وفيها الكرشة وفيها الفشفاش في الشات بيقولوا الشاي والشهية والمرارة مانية وشلوفة البنية للفقر ما بنلاقي ليها يا سلام ان شاء الله بنلاقي لنا بس يا اخي ربنا يديك العافية نحن سعيدين يا اخواننا والله بانه نتمنى له التوفيق
ونتمنى انكم تكونوا كمان استمتعتوا معنا بالحوار ده ورغم مشاغله ورغم ضيق الزمن و... والله هو كان مصر على انه نقابله اكتر من اصرارنا لو ده يدل على اصالته وعلى معدنه والرجل يعني اهله في كسله واهله في شندي واهله في الخرطوم دارفور يا اخي جنينة ما تنساها يا والجنينة والفاشر ونيالة وكمان انجمينا كمان ديل انجمينا والخرطوم يا الجمينا والخرطوم نحن سعيدين بيك وكتر خيرك نسير شكرا جزيلا انت شكرا ليك نشكر كثير يا محمد فعلا نورتنا ونورت مدينة دلاس المراك دي انا دلاس دي لقيتها منورة كده ما تكذب تقول لي نورتها وما نورتها فانا شخصيا يعني اليوم اول مرة نلاقيك صح نعم لكن شيء اللي حبيته فيك انه انت جيت امريكا وجيت عشان تستكشف الحاجات الحقيقية يعني الحياة الفعلا موجودة والواقع يعني سعيد وأسبوعك سعيد الآن ولأول مرة في السودان احصل على 3 مزايا في عرض واحد دقائق يومية مجانية انترنت يومي مجانا وأفضل سعر للاتصال خارج الشبكة MTN معك في كل مكان هل عشتها في تشاد ساعدتك انك تعيش في السودان ان شاء الله يعني والعربي تعرفته في تشاد اول عشان كده بقيت تتكلم في السودان مرتاح في اختلاف في النطق في اللهجه بينا اكيد اكيد عرفتها كيف انت اكيد في اختلاف اول ما مشيت الخرطوم بصراحه ما فهم شيء ما فهم حاجه وبعدين تعرف حتى في السودان يعني في التنوع شديد في اللغه يعني اللغه بتاعت العاصمه مختلفه من الشمال والشرق والغرب والجنوب اللكنات ذات اللكنات طريقه الكلام وتركيبه الجمل والحاجات دي تختلف يعني شويه من حته لحته ففي الخرطوم وفي الدرمان ما كنت نفهم ولا شيء ان شاء الله ان شاء الله واحد يسالني من حاجه بسيطه جدا ما نفهم يعني لكن بعدين لان اللهجات التشاديه والسودانيه قريبه جدا من بعض قدرت عودت على اللهجه السودانيه فتلقى كلمات كثيره موجوده في البلدين يعني في تشاد والسودان يعني اكثر من الممكن تلقاه بين مثلا ليبيا وتشاد او مصر والسودان اقرب بين تشاد والسودان لكن اصلا ملاحظت لك في كلامك بتجمع كده نمشوا نقعدوا نمشوا ونقودوا ونحجوا ونونسوا كده هاي دي في تشاد دي وموجوده في السودان في السودان هاي يعني في غرب السودان غريبة هاي بياخذوها في الشمال يعني مثلا لكنات في الشمال عرفت منها حال في الشمال في السودان هاي في السودان انا شيء واحد سميت بي انا الشمال طبعا ما سافر فيها كثير ما لفيت فيها يعني مشيت اطبر بس وجيت راجع نفس اليوم شد بالقطر من القطر وين يا اخي القطر ما زمان ايام زمان يا اخي فكرني القطر يا مالك ايام حلوه يا لا مشيت بابل تضحك مالك في كم يوم دي مشيت بابل كم يوم شنو شهرين ابل بعدين عايم في البحر كده طيب الشيء انا سميت بيه وشفته في الشعر الشايقي مثلا وناس يعني من الشمال عامه الاماله في الكلمه المؤنثه كلامي جاي لك صح نعم بالضبط الحاله دي منتشره في تشاد والغريب انه موجوده في السودان بس في حتات معينه يعني بالشمال اي شيء مثل اللبنانيين يقولوا كنيسه بيقولوا كنيسه وحاجات دي
أي شيء عندنا لهجه الشوايقه مثلا الشوايقه فيهم يعني الكلمه بتتجرح حبه كده زي ده. لكن كلام التشادين تقريبا كله زي ده. وتلاحظ يعني انا اللحظات اللي شفتهم في السودان اللي كانوا اقرب للهجه التشاديه كانوا طبعا عند البقاره والقبائل العربيه في كردفان. واي ما تمشي اي غرب طبعا تلقى اللهجه التشادي التشاديه بتمشي بالدرجه معاك. في مثلا نحن ودرنا كويس تقولوا شنو رحنا ولا شنو رحنا ودرنا الحاجه رحنا كويس ماشيين شغله في جنوب كردفان من ابيي طالعين في شمال بابونوسا مدينه قديمه كده على السكه حديد وبعدين من بابونوسا ماشيين الموج طبعا البلد معروفه بالمزهريه والقبائل دي اولاد هيميل وشنو دول كلهم موجودين في تشاد. تمام ده وقت الودرنا ده وقفنا سالنا واحد من السكه بوين يا عليك الله شاري وين ها ما سامع والله ما سامع الشاري وين الشاري وين شاري يا دو شاري ده شاري لهلا كده قال لي والله اكون بهناك انا بسمعك يا كيف ما سمع ما شفت بعيني انا كلام جالك ايوه تشادي بس ايوه انه بنسمعك وما شفته وشنو بالمناسبه القطر ده ماشي عطبره لا عطبره وقفوه زمان لا شغال قطر عطبره ده ماشي وين لا انا قايله سنجا ها سنجا فين في سنجا في تكساس يا اخي ده جنوب وشمال ده جنوب وشمال وطيب القطر هنا بالليل شغال هنا بالليل شغال 24 ساعة تنقول لك شوال سكر شوال قلة دهن كله ممكن اي وقت بالليل. طيب الغنى السودان حفظت منه حاجه؟ الغنى السودان والله ما حفظت منه كويس يعني للدرجه اللي ممكن نغني لا مش تغني ها؟ تغني شنو؟ لا انا اغاني اللي انا احبهم كثير كويس انا مثلا في امريكا نجهز لك كوبايه شاي ونسمع انا وحيدي نسمع انا براي في الليل ده اغاني ابراهيم الكاشف يا سلام بصراحه يعني يا سلام الاستاذ الكبير الراحل مريم ابراهيم الكاشف اطير دول وشنو اي شيء بيفكرك بلد بعيده انا نحبها يا سلام طيب بترنم بشنو كده قول لك كلمتين ثلاثه من اغنيه كده اغنيه تسمعها ولا سمعتها ولا والله يا افضل اغنيه ودي طبعا اغنيه مشهوره وناس بعرفوها شنو الشوق والريد يا اخي يا اخي الحب البان في لمسه ايد يا سلام والله ممكن نغني لك الاغنيه الكامله تمام كده نسمع كوبليه كده منه لا كلام ساكن ما لازم نقول لنا لا مستعجلين وشنو ما كده انت عارف لو غنيت بعد شويه يمكن يجيبوك في حفلات كمان طوارئ عداد تعرف العداد يدوك عداد طيب انا داير اتكلم في برضو عن الفيلم منو شاركك في الفيلم؟ كويس الفيلم فيصل جوز ويست اي وفيصل الباقي الانجليزي ده شنو بالعربي؟ فيصل ما طبعا جبنا الاسم بالعربي ده جبناه بالسوداني قلنا فيصل حجي غريب معناها فيصل طبق حاجاته ومشى غريب كويس والغريب الكلمه الغريب دي ذاتها عباره عن اكثر من حاجه واحده معناها نعرفه الغرب كالبلاد الغربيه امريكا واوروبا والعالم الغربي عامه نعم لكن حتى في السودان طبعا في فرق بين الشرق والغرب وفي فكرة انك انت ماشي الغرب ماشي لاسباب كدي او ماشي دور ناس كدي وتجي راجي حتى في امريكا في غرب من زمان والاستثمار البريطاني حصل اولا في الشرق على الساحل الاطلنطي الناس لما بدوا بيقولوا يعني طبعا كانت في ناس في شعوب موجوده في اللحظه دي بس الاوروبيين البدو بيستكشفوا البلد الجديده دي وشنو كانوا يمشوا غرب بنوا سكه حديد مشوا اسسوا قرى وشركات ومشاريع كده وبشويه يعني ولا شنو بشيش كده بشيش كده طوروا البلد وامريكا بقى زي ما هي اليوم فالغرب هو اكثر من معنى واحد فممكن اقول لك فيصل حجي غرب فيصل جوز ويست فيلم مؤسس على قصص كثيره قصص متعدده وما سودانيين بس يعني ناس كتار بيجوا بيسافروا من بلد واحد لبلد ثانيه
على الامل انه الحياه في المكان الجديد بكون احسن من الكان عندنا. طيب منو اللي شاركوا في الفيلم؟ شاركوا في الفيلم من السودانيين يعني. من السودانيين المعروفين وان شاء الله الباب معروفين. عندنا رامي داود. رامي داود اعتقد مولود في السودان او مصر ما متاكد. كان عاش في مصر اكيد وجاء امريكا صغير. هو فنان موسيقي وهسه فنان سينمائي كمان. رامي يلعب دور فيصل طبعا. اللي لعب دور ابوه ياسر درار ذكرت لك قبل. واحد سوداني شغال هنا في مدينة دلاس ذاتا. ولعب يعني مثل حسب خبرياته وتجاربه هنا في دلاس بالذات. معنا تمادر شيخ الدين أستاذة معروفة. أستاذة معروفة محترمة محبوبة أكيد. وطمادر دي سمينا بها طبعا زمان وقلنا يا ريت يعني لو قدر يشارك معنا في الفيلم تساعدنا كثير. وفعلا يعني سمعت بالفيلم هي وجات للأسبوع حق الإنتاج هنا ولعبت دور الأم في الأسرة السودانية بتجي دلاث. معنا ممثلين آخرين عزمي أبو سام واحد سوداني مولود في السودان وجاء أمريكا زمان جاء أمريكا بدري. نعرفه من أتلانتا قريت جامعة في أتلانتا أنا وكنت ساكن مع سوداني أخوه الكبير عماد كل ساعدانا في الإنتاج. وشيء حلو أنه الناس الشباب ديل الأخوان ديل زمان أيام زمان يعني شغل ده أنا أقول لك زمان بصلاتي دي معناها 5 سنة لكن قبل 5 سنين ده مشينا معاهم عيدنا عيد الفطر في ولاية اسمها ساوث كارولاينا يعني في الكدادي قولي شنو الريف ده الخلق الله يخليك الخلق بتاع امريكا عيدنا مع السودانيين قال لك بيت طابقين بيتهت العين برقصا وبلعب بسمع مزيكا وشنو فوق الرجال بلعب وكشتونا فما الاخوان دل حلمنا يعني فعلا زي ما قلت لك قبل مع الاحلام والفنون يعني حلمنا قلنا ان شاء الله يوم من الايام ده نحن نخرج لنا فيلم في امريكا فيلم يعالج موضوع الهجره دي وبكون معمول باكثر من لغه واحده وفيه ممثلين سودانيين وامريكيين من بلاد مختلفه وفعلا سويناها. What's your name? You hear me? What's your name? My name is Faisal. I speak English. Do you think you can start today? Why not? Yes. انا قلت لك حاسوق ركشان قلت لك حاسوق تاكسي تفهمش انا كنت استاذ كبير شوف عمك هاشم ده هسه مسايك تاكسي وعامل بيزنس وولاده خشوا الجامعه ماله والقروش And you're coming from Sudan. Is it Darfur? No. Not Darfur. Khartoum. Khartoum. Capital. كم يا مجد وين؟ ما انا بس شلت اهو. مجد وين يعني؟ جرب؟ وانا راجع مالك يا شنو؟ العربية دي انا احنا اللي اسوس اللي فين قروشه من عمك هاشم ما دفع لنا تعليمه 5000 دولار قاعد ابيع له فلوس اللي فينا منه يا كم يعني تسوق يا بينا نحن هنودعك وداع سوداني نقول لك مع السلامه غناك الله يلا نشكرك يا محمد الله يديك العافيه تسلم كثير ان شاء الله وكثر خيرك غناك الله
شمس السودان التي لا تغيب مع أخواننا بالطيران المدني. معنا الأسلحة سلاح. يعني ممكن يشيل دبابة؟ دبابة أدخلها في جيبي كده؟ لا ممكن طبعا دبابة يشيل. وأي حاجة ممنوعة ممنوع لسلامة المواطن والطيارة. والله كمان لو قالوا الهدايا ذاتها ممنوع كل ريح المغتربين دي الراحة. جيت 200 جيتم متى أتيتم؟ ترطيبة يا أخوان. وأنا بقول الوليد دقع شيرة كده وجادع فيها كرفيتة ده ما البيحسب. عشرة خمسة كيني بادي الفكة يا أخوان. الطيارة سيدة رابعة من الوطن. كان تارا كان الله يسترك. أيوة تان تارا رارا تارا تان تارا رارا. الشروق مرت من هنا. يعاد الجمعة 12 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة. قال لك شنو؟ قال لنا انت ماشي مبكر. وسعيدين انه يكون معانا مخرج وكاتب امريكي كبير. وين؟ اللي هو انت. اخونا بين. وهو طبعا يا اخواننا المفاجأة وين؟ وش يقول لك الحوار الصبك شيخه؟ انت الشاي دي وين يا قبل؟ لا والله كبل حبهان كثيرة والله ما بيشرب ترى. فعلا نورتنا ونورت مدينة دلاس الامارات دي. انا دلاس دي لقيتها منورة كده. اليوم أول مرة نلاقيك صح؟ نعم. لكن الشيء اللي حبيته فيك أنه أنت جيت أمريكا وجيت عشان تستكشف الحاجات الحقيقية يعني الحياة اللي فعلا موجودة والواقع يعني. طيب الغنى السوداني حفظته منه هاي؟ لا أغاني إبراهيم الكشف. يا سلام. بصراحة يعني. يعاد الجمعة 3 صباحا بتوقيت مكة المكرمة. مرحبا بك سفير المعالي لهذا الأسبوع الدكتور علي شبيكة. كم باقي لينا من العمر من ابتسامة ومن شباب، وكم من ربيع بكرة بيمر ويمر علينا أسى وعذاب. ويبدو أنه أطعمكم بعض الشعر يعني. ويبدو أنه حصل عدوى شوية. جميل.